بينما يبحث الناشرون عن طرق جديدة لجلب الأموال لاستمرار تقديم الأخبار، اتجهت وكالة رويترز البريطانية إلى فرض رسوما على الوصول لموقعها الذي يزوره نحو 41 مليون زائر شهريا. قريبا الموقع المجاني لن يتيح للمستخدمين سوى 5 قصص، وإن كنت تطمح لمتابعة المزيد فعليك الاشتراك مقابل 35 دولار شهريا. فهل سينجح هذا النموذج في الاستمرار في الوقت الذي تحارب فيه الأخبار المضللة وتحارب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دعونا نتعرف أكثر عن تاريخ وكالة رويترز. للحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة خبير التحول الرقمي للإعلام فتحي أبو حطب. أهلا وسهلا بك أستاذ فتحي معنا عبر سكاي نيوز عربية في برنامج أون ستريم. بداية أود أن أفهم منك، ما السبب الفعلي الذي يدفع بوكالة رويترز لأخذ مثل هذه الخطوة؟ السبب يعني السبب الرئيسي لهذا التحول الكبير هو انه بالتاكيد النموذج الاعمال او البيزنس موديل اللي اعتمدت عليه يعني رويترز منذ تاسيسها في تقريبا 1851 لم يعد امنا، وانه ما استقرت عليه وان اعتادت على ان تعمل مباشره مع الشركات مع وكالات مع وسائل الاعلام. يعني في 3 رسائل تقريبا بتبعتهم رويترز بهذه الرساله، لم يعد هذا البيزنس موديل امنا، وان هو لم تعد تستطيع الاعتماد على وسائل الاعلام كزبون او كزبائن مستقرين، لان عندهم مشاكل في الاشتراكات، وان توجهها النهارده عندها لانه ما زال البيزنس موديل الخاص بالاشتراكات لم يصل الى شكل نهائي او شكل حتى ناضج ان احنا نقدر نعتمد عليه. بالمناسبه يعني النماذج الناجحه في الاشتراكات هي نماذج قليله بيتم التركيز عليها، ولكن المعاناة الأكبر موجودة في غالبية وسائل الإعلام اللي اعتادت على العمل وفق نموذج أعمال الإعلانات والتوزيع، واللي بدأ ينهار تدريجيا. أظن أن رويترز أدركت هذا الأمر لأن هي زبائنها فقدوا قدرتهم على المسألة دي. في 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 كمان يعني في رسالة مهمة هنا، بما أن حضرتك برضو يعني مهتمين بالتكنولوجي، مسيرة وتاريخ رويترز كله كان مرتبط بآليتها وقدرتها على نقل المعلومات. هي في النهاية شركة نقل معلومات، نقل أخبار، بدأت بتكنولوجيا بدائية جدا، التلغراف والحمام الزاجل سنة 1850. تاني تحول ليها ارتبط باستخدام الكهرباء في حوالي 1880. 1923 رويترز اتحولت لاستخدام الوسائل الأكثر للنقل في الوقت ده، وكانت الكهرباء يعني بعد الكهرباء وبعد خطوط التليفون. طيب. بدأت تهتم بده. أول أزمة حقيقية تواجه رويترز هي مع الإنترنت. لم تستطع بعدها التكيف مع التغيير اللي عملته الإنترنت. طب هل بسبب الأخبار المضللة أو الفيك نيوز على ده؟ أم ما هي أيضا مشكلة رويترز مع الإنترنت بشكل عام؟ مشكلة رويترز أن هي مرتبطة بصناعة الخبر، والخبر كصناعة تهدد وتغير، اهتمام المشاهد بالخبر تغير، وصول الأخبار للناس تغير، تركيز الناس مع الأخبار اتغير. فأظن وده هيبدأ يوضح شوية لما نبدأ نشوف مثلا منتج لرويترز على بلاتفورم زي أبل نيوز. يعني أبل نيوز عندها الأجريجيتور ده اللي بيسحب أخبار. لو شفتوا الصفحة الخاصة برويترز
على أبل نيوز هتلاحظي بداية تغير رسالتها لما بدأت تكلم القارئ. لم تعد اللغة الرسمية ولا التقسيمات الرسمية للأخبار ولا التصنيفات المختلفة. قبل أن ينتهي وقتنا، برأيك هل ممكن أستاذ فتحي أن ينجح هذا النموذج مع رويترز الآن؟ يعني أشك في أن هي بحاجة إلى تغييرات أخرى، لأن زي ما أقول لك هي حاليا بتنتقل من بيزنس موديل يعاني من مشكلات، وبتروح لبيزنس موديل آخر عنده مشكلات اللي هو الصحف ووسائل الأخبار اللي بالفعل بتتفاعل مع القارئ وعندها صعوبة معاه. يعني قدرتها على أن هي تسيب صناعة الأخبار، يعني أشك. نعم. الشريحة اللي اختارتها رويترز في الاشتراك هي ماشية مع إيكونومست ومع الفاينانشال تايمز فوق 30. أظن أن رويترز لازم تصدر أو يصدر عنها بعض الإصدارات الخفيفة واللي برضو تتخلى فيها شوية عن صورة الوكالة. يعني القارئ لا يتحمل كلمة وكالة على أنه يتعامل معها يوميا أظن، ويعني أنا شايف أن رويترز وربما سيد فتحي يعني تصديقا على كلامك سألنا الناس على صفحتنا على موقع تويتر أنه السؤال كان بعد فرض رويترز رسوم مقابل قراءة الأخبار عبر الإنترنت، هل ستصبح موقع تواصل مصدر للأخبار المجانية غير الموثوقة؟ اللي جابة أتت على الشكل التالي 58.5% نعم، أما 31.5% أجابوا بلا. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة خبير التحول الرقمي للإعلام فتحي أبو حطب، شكرا جزيلا لك.